مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة وحلقة مميزة من برنامجكم الوطني رواد الأعمال. مثل ما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف رجلا مميز، ومن زاوية رجال الأعمال الأكثر تميزا والأكثر كفاءة، رحبوا معي بالتشيرمان الأستاذ عزام أبوصفية، صاحب مجموعة أبوصفية. بداية أسعد الله أوقاتك أستاذ عزام، أهلا وسهلا. أسعد الله أوقاتك. شكراً. طبعا بالبداية إحنا كثير فخورين إننا موجودين داخل الشركة الخاصة بحضرتكم. الآن بحب أتعرف عليك ونعرف السادة المشاهدين أكثر بحضرتك وعن بداية حياتك العلمية والعملية. تفضل. أنا المهندس عزام أبو صفية، خريج هندسة ميكانيك ثيرمال باور من جامعة اليرموك بسنة 1982. دخلت الجامعة، تخرجت بال 87. برافو. بلشت حياتي العملية بعمان، وكانت الصراحة فترة كتير جميلة ومرتبة وكويسة. بلشت في نظام التدفئة والتبريد. نعم. بعمان درجنا طبعا بالعمل من موظف مبيعات حتى وصلت إلى مدير تنفيذي. حلو. بالشركة. وخلال هاي الفترة احنا اللي جبنا نظام التدفئة والتبريد تحت البلاط الأندر فلور هيتينج أند كولينج سيستم بعمان. وبعد ما وصلت لمرحلة يعني صار طموحك ما بيلبيك كموظف، فقررت اني افتح شركتي بعمان. بعمان هاي كأول شركة. كأول شركة فتحناها في عمان بال 95. ما شاء الله. بال 95 كانت ابو صفية التجارية. نعم. وما شاء يعني صار في جرو منيح بالشركة. فبعدها قررنا ان نطور اعمالنا وشغلنا، فكانت الوجهة الاخرى اللي هي الامارات. برافو عليك. فجينا في زيارة بال 97 اي ثينك بمهرجان دبي للتسوق، وشفنا المدينة وشفنا الدولة اللي كيف. عملتوا دراسة جدوى. دراسة جدوى. وقررنا انه نفتح فرع ثاني لنا بالامارات، فكان بال 1997. فتحنا اول فرع لابو صفية التجارية في إمارة دبي. جميل. ومن بعدها طورته لما وصلنا لهي المرحلة. نعم. جميل. طبعا الآن سيد عزام، في سؤال عن المنتجات اللي مجموعة أبو صفية التجارية بتقدمها للمجتمع الإماراتي وغير الإماراتي، خلينا نحكي بالجي سي سي كونتري. تفضل. طيب أنا عشان نحكي عن المنتجات. نعم. طورنا شغلنا من أول شركة عملناها بدبي. هي متخصصة في الووتر سبلاي سيستم. أوكي. كل أنواع الووتر سبلاي والدرينج، التصريف الصحي. بعدها تطورت أمورنا أنه كنا نستورد كل هاي الماتيريال من أوروبا، من ألمانيا، من إيطاليا، من تركيا أحيانا. السوق صار فيه تغييرات في السوق بعد عمل 5 سنوات. نعم. في الإمارات صار السوق بطلب سعر مش زي يعني، صار فيه مشاريع تجارية كثيرة. فصارت كل هاي المشاريع price wise oriented. بدهم سعر. فقررنا بهذاك الوقت نفتح مصنع. ففي 2005 فتحت أول مصنع للبلاستيك، بصنع كل أنواع البايبس والفيتينجز بالإمارات. فتحناه برأس الخيمة. ومن هلا من أكبر المصانع الموجودة الآن بالإمارات. اسمه إبينكو بلاستيك بايبس إندستري. معروف. سمينا إبينكو من إماريس بلاستيك بايبس إندستري الكومباني. أخذنا الإبينكو. وبعدها كمان طورنا يعني بعد ما صار في تغيرات في السوق، صارت تطلب الطاقة المتجددة. هذا قبل 5-6 سنوات. فتحنا شركة تانية اسمها رينيرجي. رينيرجي باور سيستم انستليشن، متخصصة بالسولار سيستم وأنظمة الطاقة بشكل عام. وكانت أول انطلاقة إن عملنا المدينة المستدامة في دبي. حلو. نورنا المدينة بعشرة ميجا وات. بالإضافة إلى الووتر سبلاي سيستم اللي اوريدي احنا من الرواد فيه. بالاضافه لنا ادخلنا كمان نظام السايلنت بايب للدرينج. بلشنا من هاي المدينه، بعدين انطلقنا في السوق. برجع على سؤالك بخصوص المنتجات، احنا اول شركه في الامارات جابت الووتر سبلاي سيستم اللي هو البلاستيك بايبس، اللي هي تتكون من البيكس بايب، مالتي لاير بايبس اللي هي البيكس مع الومنيوم بايب. بعدين طورنا للبي بي ار كمان. بالاضافه الى الدرينج سيستم، بلشنا مع شركه كانت سيستر كومباني معاها اللي هي شركه هيبورث. صنعنا البي في سي، اشتغلنا في البي في سي، والان طورنا للسايلنت بايب
اللي هو الدي سي بل بي جي تبعه واطي ويستخدم للسيفن ستار هوتيلز واللكجري بروجكتس في الامارات. يعني من احد المشاريع اللي عملناها اللي هي مشروع النخله كله سايلنت بايب، بالاضافه الى المدينه المستدامه اللي هي سستينبل سيتي اللي هي بدبي. نعم. بالاضافه انه بعد ما ضفنا وفتحنا شركه رينيرجي قبل 5 سنوات من الان، احنا من اكبر الشركات بالسولر، سواء الثيرمال سولر ولا البي في اللي هي توليد الطاقه من الخلايا الشمسيه، وعندنا مشاريع متعدده بصراحه. فمن ضمن المنتجات احنا وكلاء شركة بوش حلو للسولر، وكلاء كمان شركة بجريس اسمها رينيرجي برضو وسمينا الشركة على اسمها. حلو. هذا ملخص عن منتجاتنا. عن المنتجات بشكل عام منها للأعلى إن شاء الله. أستاذ عزام تستاهل النجاح والتوفيق إن شاء الله. الآن في سؤال كثير مهم عن المنافسة الشرسة بدولة الإمارات. يعني إحنا بنعرف سوق دولة الإمارات سوق منافس وسوق ضخم جداً، من الصعب انه نستمر اذا احنا مش مختلفين عن الشركات اللي بتقدم نفس الخدمة او نفس المنتج تبعنا. نعم. فكيف قدرت مجموعة أبوصفيه تحتل المركز الاول في هذا المجال؟ تفضل. هذا سؤال كثير مهم ومهم جدا. نعم. انه فيرست، يعني اول شيء لازم تبيع هذا المنتج اللي بدك تبيعه للكاستمر تبيعه لنفسك. فاحنا نؤمن اولا بالكواليتي اكيد. فاول شركه احنا كنا وكلاءها وبالاردن كمان هي شركه فرانكش الالمانيه. هاي الشركه لحد الان احنا وكلاءها بتصنع اجود انواع البايبات من البيكس بايب المالتي لاير بايبس هاي كواليتي، هاي كواليتي البايبس والفيتنجز. حتى الفيتنجز عاملين جوينت فينشر مع شركه اسمها بيجي تيوب ببلجيكا، فكمان احنا بنقدم اعلى هاي كواليتي سيستم للبيكس بايب والمالتي لاير بايب. ومشاريعنا في مشاريع كتير كبيرة، فنادق لعدة أسماء بدون ذكر أسماء. بورتاج بعض الشركات. بالضبط. مشاريع. وكلاء كمان يعني معظم منتجاتنا ألمانية. عندنا البي بي آر شركة نوفا ثيرم الألمانية، عندنا السولر كمان بوش. لكن حسب السوق في الألترناتيف اللي هي لازم للمشاريع اللي بتطلب سعر. نعم. فعندنا المصنع المحلي، وعنا الشركة الرينيرجي اللي هي من اليونان. بغض النظر عن السعر، الكواليتي نمبر 1. اثنين، نقبل بمارجن بهامش ربح بسيط جدا عشان نغطي اكبر. ايوه نغطي اكبر قدر ممكن، اكبر قدر ممكن. نعم. من الشركات. نعم. فهذول اهم شيء، بالاضافه الى تسهيلات الدفع للشركات، لانه احنا كسابلاير في دولة الإمارات عم بنبيع بوست ديت تشيك، يعني شيكات مؤجلة، فعندنا شوية فليكسيبيليتي كمان بالدفع. برافو عليكم. برافو عليكم، موفقين إن شاء الله أستاذ عزام. الآن زي ما حكينا من شوي إنه إحنا بلشنا بالأردن وانتقلنا لدولة الإمارات وتوسعنا وفتحنا شركات متعددة في هذا المجال لما صرنا مجموعة. الآن شو الخطة الاستراتيجية للأستاذ عزام أبوصفيه بعد 5 سنوات من الآن؟ وين بنشوف المجموعة؟ والله الأحلام كبيرة والطموحات طبعاً كبيرة، لكن إحنا أثرت شوي علينا جائحة كورونا شوي. نعم. صغيرة، لكن بلشنا في دول الخليج. يعني عندنا فرع الآن بالبحرين، عندنا فرع بالرياض بالسعوديه، فرعين والله، واحد بالرياض وواحد بالدمام. نعم. وعندنا كمان وي ار تارجتنج انه بقيه دول الخليج يكون عندنا فرع بكل دوله في 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 الخليج. نعم. بالاضافه عندنا طموح كمان نكون يعني برا شويه من دائره الوطن العربي. عندنا شركه فتحناها جديد كمان بميونخ. حلو. اسمها نوفا ثيرم كمان على اسم المنتج اللي عندنا. وعندنا شركه فتحناها كمان باسم أبوصفيه التجاري، لانه عندنا علاقات شويه مع يو كي بخصوص السولر انرجي. وهذه الشركه ان شاء الله حتكون فاتحه خير لنا في اوروبا وفي إن شاء الله. العالم ان شاء الله. من قناه اي بي سي العربيه بنتمنى لكم التقدم والنجاح اكثر واكثر، وان شاء الله استاذ عزام أبوصفيه تكون دائما على راس الهرم. الله يخليك. الآن تسلم لي يا رب. تسلم. الآن إحنا عايشين بدولة الإمارات، الدولة الرائدة بالعالم على مستوى الأمن والأمان، على مستوى الرفاهية والبيئة الاستثمارية أيضا. إذا بدنا نعد ما بنوقف، لأنه رفاهية، سعادة، بيئة استثمارية، تسهيلات، دعم،
فبنا رسالة شكر من مجموعة أبو صفية ومن الرئيس التنفيذي لهي الشركة الأستاذ عزام لشيوخنا الكرام. تفضل. أنت حكيت وما خليت ليش مجال. شوف هذه دولة ممثلة برئيسها نعم وشيوخها وحكامها تستحق الاحترام. أكيد طبعا. الأمن الموجود في دولة الإمارات العربية المتحدة لا يوجد حتى في دول أوروبا. الناس بنقول على مستوى الوطن العربي على إحنا الآن عندنا 200 جنسية من صحيح. كل يعني من كل العالم عم عايشين بالإمارات. فزي ما قال سمو الشيخ محمد بن راشد طول الله عمره إنه إحنا صح دولة صغيرة بس إحنا مش عالمية لكن العالم عايش عندنا. صحيح. فهذا أكبر انطباع إنه هذه دولة أسست قوانينها وكل معطياتها للاستثمار الناجح. صحيح. يعني في كثير معطيات لا تحصى لتشجيع الاستثمار في دولة الإمارات. صحيح. دولة حتى اللايف ستايل أكيد. حتى اللايف ستايل غير عن اللايف ستايل يعني الدولة الوحيدة اللي ما بتأخذ منك ضريبة الدخل. صحيح. هذا. صحيح. يعني في معطيات كثيرة أكثر من هيك بالإضافة إنه يعني بخبرة 25 سنة. الدولة الوحيدة في العالم اللي لازم العالم يتعلم منها نحن هنا 200 جنسية لما أنا أقابل شخص لا أسأله لا عن دينه ولا عن عرقه ولا عن لونه. أكيد. تحترم الإنسان كإنسان وقوانينها تشجع على ذلك. بالضبط. بالضبط. وقوانينها تشجع على ذلك. بالضبط. نعم. وعشان هذا السبب إحنا برضو من قناة ABC العربية بدنا نتوجه برسالة شكر لشيوخ وحكام دولة الإمارات من هذا المنبر ومن الأستاذ أبو صفية أيضا. وبنتشكرك برضو أستاذ عزام لاستقبالك الرائع لإلنا ولحسن الضيافة في الشركة الخاصة بحضرتك ومنها للأعلى. إحنا دائما نتمنى لكم التقدم والنجاح. الله يخليك. شكراً. شكراً. شكرا. 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 مشاهدينا الكرام إلى هنا نختم حلقتنا لهذا الأسبوع. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC العربية وعلى السوشيال ميديا. دمتم بخير وفي أمان الله.